وهنا بقى قسم البلاستيك. بص البتاع اللي كانت جايبينها على النت، والله الماتيريال بتاعها حلو، البلاستيك بتاعها حلو. بتحطي هنا بقى الفوطة وتحطي هنا كده، تبقى شكلها كده. وخامتها حلو ب5.75 ريال. ماشي، كل ده بقى البلاستيك بتاعهم حلو جدا الصراحة. كان في بتاعة التلج، بصي دي بتاعة القمع، قمع كبير جدا. كل البلاستيك بتاعهم حلو قوي. انا عايزة اوريكم حاجة، علبة جميلة قوي انا جبتها، بتخمر العجين. يعني هي علبة كبيرة، بدل تحطي فوطة على العلبة، لا هي بتخمر العجينة بتاعتها. بصي في حاجات من تركي وفي حاجات صيني، كل ده حلو. العلبة دي السلطانيات، لو عندك اطفال مثلا وعايزه تاكليهم حاجات بلاستيك عشان ما يقعوش الازاز. دي علبه التلج، ودي منظمه صغنونه، يعني هي شبرين، يعني كف الايد كده وكف الايد كده. ماشي، اهي انا هوريكم بقى العلبه، وصلت لها اهو. العلبه بتاعت العجينه دي روعه روعه روعه. بص حد خلصت وجابت تاني، هي دي. بصوا بقى الفكرة ان هي انت بدل تحطي الفوطة، بدل تحطي فوطة على العلب على البتاع، سوري، دي مش بتقفل قوي. بصي دي امتن، دي متينة، دي تركي. بصي بدل ايه تحطي الفوطة على العجينة، هم عملولك غطا، بتحطي الغطا، بتحطي العجينة وتحطي الغطا عليها، العجينة بتتخمر وبتبقى جميلة. وبصي حلوة جدا، دي خربانة الظاهر اهي، دي حلوة. ماشي، جميلة جدا. وفي منظمة البيت دي حلوة برضو، جربتها قبل كده، حلوة. بس الصراحة انا عشان ما عنديش مكان في التلاجة، فما بحطش فيها كتير. جايبه واحده تانية طويله كده، بحط البيض كله على بعض. العلبه دي حلوه برضو، شكلها رقيق، جميله قوي. في حاجات كتيره حلوه. طب بص بقى، تعالى اوريكم حاجه. ايه دي، بصوا دي بتاعه المعالق والسكاكين، حلوه قوي. ودي السكاكين اهي. اقول لكم بقى على حاجه، عارفين الـ ايوه، مضرب السلك، يعني دي معلومه انا عرفتها، ان الـ السلك مش هيضرب لك البشاميل كويس، دي تضربي بيها بيض، لكن ما تضربيش بيها بشاميل، مش هتبقى قويه زي دي، زي الستلس ديت. بص الستلس هتقوى، هتبقى اكتر، هتضرب معاكي اكتر، لكن ما تضربيش دي بتاعت بيت، تعتبر خفيفة. دي بتاعت النسكافيه، حلوة برضو، انا كنت جايباها بس ما كنتش جايباها من هنا. في حاجات تانية كتير بقى حلوة، في حاجات تانية بقى كتير ممكن تجيبيها احلى. وفي اهو دول بتوع التورتة، بس ايه، والسكاكين اهي. ماشي، ودي السكاكين، دي السكاكين، ودي انا مش عارفة ده فعلا بيعملوا بيها ايه. هي انا شفتها اعلانها ان هم بيعملوا بيها اللحمة، ما اعرفش بيعملوا فيها اللحمة ازاي. ودي بتاعت التومة اهي، حلوة قوي، هرست التوم، هي تقيلة حلوة، يعني مش خفيفة، مش تتكسر معاكي، حلوة قوي. هرست التوم برضو من الحاجات الكويسة اهو، شامل كبير قوي، يعني الصراحة مهما هلف فيه مش هنخلص، يعني مش هخلص فيه، فاهمين. ودي بقى البلاستيكات، فعلا البلاستيكات بتاعتهم حلوة، العلب بتاعتهم حلوة.
جميلة قوي. بصي دي انا بشوفها حاجة كبيرة قد كده، باجي هنا اتصدم بلاقيها حاجة صغيرة، بس هي خفيفة ما يعتمدش عليها اللي انت تحطي عليها حاجات تقيلة. يعني لو حتى جبتيها هي حلوة، بس مش هتحطي عليها حاجة تقيلة. والعلب دي جميلة، انا بحبها جدا بالغطيان بتاعتها. طبعا انا حاطة كده اي حاجة يعني، بس هو حلو قوي الغطيان بتاعها جميلة. بصوا بقى انا هكلمكم عن المصفى دي. المصفى دي بجد جميله، بتحطيها في الحوض كده، بتبقى من تحت بقى يعني من تحت مش لامسه الحوض، بس انت هي مساحه الحوض بتحطيها وتحطي الخضار كلها فيها، بتبقى جميله قوي. تحطي بقى خضارك كله وتغسليه، نضيف جدا وحلوه وعمليه، يعني تستعمليها كتير اما بتحبي تنضفي الخضار. ودي كل دي العلب، دي بتاعت دي بتاعت البيت برضو حلوة، بس انا عشان تلاجتي صغيرة فمش. ودي بقى الحاجات الازاز اللي هي العلب حلوة، خامتها خامة الازاز حلوة. والحاجات دي جميلة جدا، شيك قوي بجد ان انت تاخدي منها، حلوة. والسعر انتوا طبعا عارفين شامل ب5 ريال، 75 هللة، حلو قوي كل ده. لا بجد في حاجات جميله، انت تخشي يعني يا دوبك هتجيبي حاجه واحده، انت هتقولي لجوزك ان انت داخله تجيبي حاجه واحده، انت مش هتجيبي حاجه واحده للاسف، انت هتجيبي حاجات مش هتعرف يعني. بصوا دي الزيادة دي حلوه، بس يعني مش عارفه يعني، هي ما عجبتنيش عشان تحس كده ان هي خفيفه، مش الازاز خفيف، البلاستيك نفسه خفيفه شويه. دي كوبايات بلاستيك حلوه والله، بصوا كوبايات البلاستيك دي حلوه جميله. انتوا عارفين طبعا البلاستيك درجات، يعني ما ينفعش تحطي في بلاستيك اصلا حاجه سخنه، او تقولي لابنك مثلا تحطي حبه لبن في كوبايه بلاستيك لان ده غلط. كل ده البلاستيك بتاعهم. وهنا هي علب المناديل بقى، علب المناديل القماش دي شكلها حلو وحلوه. ودي الساعات بتاعتهم، دي علب الهدايا، حاجات الهدايا. ودي بقى المباخر، بس المباخر انا سبحان الله بحب الحاجات الجديده دي، ما بتشدش ليها، انا بحب الحاجات القديمه اللي هي. بص دي هي حلوه بس خفيفه، بحب الحاجات القديمه اللي هي عامله زي العلامه السعوديه الكبيره دي، حلو قوي وشيك. طبعا هو ابتدى يتزحم كل ده، والشموع بقى الحاجات دي. بصي بتبقى شكلها جميل جدا في البيت بقى، بصي شكلها ممتع، شكلها حلو جدا، بصوا شكلها حلو قوي. بصي دول الله شكلهم حلو جدا، يعني رقيقة سمبل خفيفة حلوة، الديكور حلو قوي. كل ده الحاجات دي بتبقى جميلة قوي، بتبقى جميلة في يعني الديكور حلو، بس هي خفيفة بس حلوة. جميل جدا. طبعا بقى في مناديل وتوك، وده عايزه يوم يعني، مناديل وتوك. وبقى هناك خالص كده هتلاقي الهدوم، في شباشب، في الحاجات دي بقى. بص بقى اللي هي الكور اللي هي بتنور ب5 ريال، 6 5 ريال، 75 يعني، شكلها حلو قوي. وفي ده
اللي هي الحاجات دي، في منها الصواني على فكرة، بس انا خدتش بالي منهم. في حاجات جميلة جدا انت تقدري تجيبيها، حلو حلو يعني، حاجات شكلها قيم. ودي بقى الحاجات اللي هي الباظة، بس طبعا هو الحاجة بتتاخد ما شاء الله، يعني انتوا لو متابعين على الانستجرام هتلاقي الحاجة بتتاخد اول باول، هي الحاجة تنزل من تيجي تاني يوم ما تلاقيهاش، لان هما شغالين الانستجرام. وعملوا قسم للشوكولاتات وقسم اهو للالعاب لو عايزة العب للاطفال، ودي الحاجات اللي بتلزق من المطبخ، عايزه تغيري ديكور المطبخ، عايزه تغيري الاوضه، الحاجات دي بتتلزق فيها حبتين، يعني دي اتنين يعني عشان تلزقي بقى في المطبخ، شوفي او في اي حته. دي بقى لعب الاطفال، كل لعب الاطفال اهي، عربيات، كل ده لعب الاطفال، حاجات حلوه يعني وجميله يعني. مش هو الصراحه بيعجبني يعني، انا شخصيا باجي ساعات اجيب منه حاجات. بص بقى دي، ده عملوا قسم كبير للشوكولاته والبسكويت، بصوا ده كله ما شاء الله. وهنا بقى قسم الملابس، وانا كده يعني خلصت لكم شامل، انا بصوره لكم بسرعه. كله جميل، يلا اشوفكم على خير.